تعلم منهم مننا ما قصرتوا تركيز وفيتوا. المهم هذه الان لي انا والاخ الجميل القلب النظيف فيصل بن مدحت العرجاني. نعم الرجل بس انه ما واصله زيك. عموما اذكركم واذكر المشاهدين خلف الشاشات قارص عليه الصلاه والسلام تصدق لو بشقه تمره تصدق لو بش لا بشقه تمره ابيك تتقي النار ولا بشقه تمره لا تصدق لو بشقه تمره اتقي النار حديث اتقي النار او شقي تمر وكما قال المسلسل تصدق هو هي المقصد فيها صدق هو قصد انه تصحيح ايه التعبير صحيح لكن الحديث يعني مثلا يعني قلنا الشيء الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا قال انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه كذلك اليتيم همتنا كلنا واخواننا ومحتاجين وقفتنا كلنا ولا بد ان نوقف وقفه رجل واحد فما بقى شيء من الوقف الان اليوم احنا 66% ما بقى الا 34 يا عيال ما شاء الله فهذه همتنا كلنا احنا سفراء كلنا فجزاكم الله خير على استماعي شكرا من اعماق قلبي من هذا المنبر الله يكرمك اللهم امين جزاك الله خير لا بس الايام طويله يا ابو اليوم اطول من هلا يا ابو مبارك سيف نايل انا دوم يقومني انا يقول قومني قلت دوم ادور يقومني انا شوف ها شوف عز الشباب يضرب وجهه ايش نسوي لا ابو عمر بيجي صح